قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. كلمة الأمر هنا تدل على أن القرآن ليس مخلوقا، وذلك لأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقد جاء وصف القرآن بأنه أمر، فكيف يكون كلام الله مخلوقا وكيف يكون القرآن مخلوقا؟ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.